اهلا بكم اعزائي طلبه الصف الرابع الابتدائي. اتكلمنا في الدرس اللي فات عن درس تمهيدي اللي هي العصور التاريخيه سواء كانت القديمه وبعض المعلومات التاريخيه، العصور ما قبل التاريخ وعصور التاريخيه. الدرس النهارده هتكلم ازاي الانسان المصري استقر في الوادي اللي هو المكان اللي هو حوالين نهر النيل. ان الانسان المصري القديم مر بمراحل مختلفه. تعال نشوف ايه هي هذه المراحل. اول مرحله او اول حركه تحرك بها الانسان هي حياه التنقل والترحال. الانسان في العصور القديمه كان بيعيش فوق الهضاب وما كانش بيستقر في مكان واحد، وكان دايما بيتحرك من مكان لاخر بيبحث عن حاجتين، اما عن الغذاء وازاي يصطاد الحيوانات، وبيبحث عن المياه. ولاحظ ان المصري القديم كانت حياته في الاول خالص هي غير مستقره، اللي هي حياه التنقل والترحال. ليه؟ لانه كان بينتقل من مره لاخرى، عايش حياه كلها مملوءه بالخوف والقلق، ما عندوش بيت يعيش فيه، عايش في الهواء، عايش في الطلق، ما عندوش مكان ياكل منه باستمرار، ما عندوش مكان يشرب منه باستمرار، فحياته كانت دايما مهدده بالخوف والقلق. حتى لما عرف النار، بدأ الإنسان المصري القديم يعرف النار، مسك حجرين كده خبطهم في بعض طلع منها نقطة نار صغيرة، بدأ يكتشف حاجة اسمها النار. النار دي استخدمها في إيه؟ استخدمها في حاجات كتير، بدأ يطهر بيها الطعام، بدأ يتدفى بيها، بدأت الحيوانات المفترسة تبعد عن النار وتخاف منها، يعني يحمي نفسه عن طريق إيه؟ النار. انتقل الإنسان المصري القديم لحياة جديدة وشكل جديد خالص، غير الخوف والقلق، غير التنقل والترحال، هي حياة الاستقرار. الإنسان المصري القديم بص من فوق الهضبة لقى فيه نهر اسمه نهر النيل، قال طب ليه ما عيش جنبيه؟ فبدأ يبحث عن الماء والغذاء وعرف نهر ايه؟ النيل. طب هو بدأ يكتشف ليه الأماكن دي؟ لأن حل الجفاف على الهضاب، يعني ما عادش لا فيه مياه ولا عاد فيه أي حاجة يقدر يعيش عليها، وتحولت الهضاب إلى صحراء جرداء. بدأ يفكر الإنسان إزاي ينزل للوادي، وبالفعل نزل حوالين الوادي القديم وعرف الزراعة، وبعدها عرف إزاي يستأنس ويربي الحيوانات. اتنين، حياته اتبدلت خالص بعد ما كان التنقل وترحال، بدأت استقرار وبدأت فيها يرعى بها العديد من الحيوانات، وبدأ يزرع فيها العديد من النباتات ويحافظ عليها، وبدأ الإنسان المصري القديم يعيش في مساكن الإقامة فيها. لاحظ إن المصري القديم بنى مسكنه من الطوب، لبن أو الطمي، يعني اتطورت حياته أكتر. بعد ما كانش ليه بيت خالص أصبح ليه بيت مبني من الطوب اللبن، الطوب اللبن اللي هو الطين يعني. يدخل الإنسان في مرحلة جديدة من حياته هي بدأ ينشأ القرى والمدن. بدأ ينشئ القرى والمدن، يصنعها ويبنيها. مع مرور الزمن المباني كترت، وبدأت الناس تتجمع في قبائل وقرى، وبدأ معها الانتماء للأسرة والقبيلة، كل واحد ينتمي لقبيلة معينة، يعني بيقول أنا تبع فلان أو تبع القبيلة الفلانية، وكل واحد ينتمي لقرية معينة أو لقرية أو مدينة، وبدأوا القرية والمدينة يشعرون بأنهم جزء من واحد من الدولة اللي هي مصر، وبدأ الكل يخلصون لدولتهم مصر. طيب، نشأة القرى والمدن، يبقى دي المرحلة الثالثة من مراحل اللي هي ساعدت الإنسان على الاستقرار. الإنسان ساعدته على معرفة الزراعة عدة عوامل. لما عرف الزراعة عرف أربع حاجات أساسية. الاستقرار، بدأ يستقر في مكان واحد ويقوم بأعمال الزراعة المختلفة. اتنين، بدأ يبني المساكن عشان يبقى جنب الزراعة اللي بيزرعها ويكون أسرة. تلاتة، بدأ يتعاون المصري القديم مع بعضه البعض حتى يتم الزراعة. رقم أربعة، المسؤولية. بدأ الإنسان عشان يهتم أو يعرف الزراعة إن هو يشعر بالالتزام نحو زراعته، وإزاي يحافظ عليها، وإزاي ينميها ويلتزم بها سواء كانت نحو أسرته وجيرانه. في الآخر أحب أقول أعزائي الطلبة بالنسبة للدرس دوت اللي هي نشأة الحضارة المصرية القديمة، إن الإنسان كان ليه حياة في التطور، تقدم مرحلة ثم مرحلة. في البداية صنع أدواته واستخدمها في الزراعة والملابس من الكتان وجلود الحيوانات، وصنع التماثيل من الطين والصلصال. إذن حياة الإنسان كلها كانت في حياة تطور.
الأداة، الأدوات، الحاجة اللي هيستخدمها عشان يستخدمها في الزراعة. الملابس اللي كان بيلبسها كان بيصنعها من الكتان ومن الجلود الحيوانات. التماثيل اللي كان بيعملها عشان يعبدها هي كانت من الطين والصلصال. شكرا لكم أعزائي الطلبة، وألتقي بكم في درس آخر من الدروس. تابعوني وإلى اللقاء.